بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المتوفى سنة 1421 للهجرة. يقدمها لكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من درى. وبعد، فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا. قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. القواعد والأصول. الدين جاء لسعادة البشر، والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعه، يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسرى من أصله وعند عارض طرى. فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت فعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. وكل ممنوع فللضرورة، يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي. وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. والأصل في الأشياء حل، وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم التابعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم، إلا إذا الندب أو الكره علم. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس في المظالم. وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدما تغليبا الذي منع. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وألغي كل سابق لسببه، لا شرطه، فادر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبروا، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أو تك وهما مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجي به لكع. ثم حديث النفس معفو، فلا حكم له ما لم يؤثر عاملا.
والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه، واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يك مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، ويضمن المثلي بالمثلي وما ليس بمثلي بما قد قوما، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي، ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفد فليس فيها مغرم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، من ذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، وكل ما ينكره الحس منعا سماع دعواه وضده اسمعا، بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي، كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف، أد الأمان للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع، وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو عكسه لن يقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا، كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا،
وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متابعا، وكل ما الأمر به يشتابه من غير ميز قرعة توضحه. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا، ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.